السلام عليكم، صباح الفل. معاكم محمود من قناة روا لايف، ومن أمام الشلالات اللطيفة دي الصغيرة دي بعمل حلقة النهاردة من مدينة سوتشي. الممشى ده هو مش ألطف حاجة في المدينة، في حاجات كتير أحلى من كده، وفي المارينا بتاعة سوتشي عند بقى إيه المطاعم والكافيهات والفنادق والحاجات الفاخرة. أنا اخترت المكان ده عند موري مول، مش عارف باين ولا لأ ورايا اهو. ده يعتبر اكبر مول في سوتشي اعتقد. في مولين ثلاثة تانيين غير كده لو رحنا ادلر بقى، وهروح ادلر ان شاء الله، مدينة ادلر مش بعيد عن هنا، واعمل لكم فيديوهات من هناك برضو. فيها مولين كبار، يعني المنطقة هنا ساحلية، ولكن انا منقي ان انا اجي في الشتاء. شايفين انا لابس ايه في الشتاء؟ مدينه سوتشي عامله زي اسكندريه في الشتاء، رايقه وفيها اهل المدينه بتوعها بس، ومفيش سياح تقريبا او السياح قليلين. سوتشي طبعا طول السنه شغاله سياح، ولكن في وقت الشتاء اكيد السياح بتبقى اقل كتير قوي من اوقات الصيف العاديه. فنشوف الفيو ده. كانت المياه قليله بقى عشان السد الشكويه ولا ايه؟ المهم المدينه فيها هنا الجدي باكزال، حطت القطار القطر بيعدي من هناك اهو مع الجسر ده. اللاستوتشكا او القطار اللي هو زي القطار السريع الكهربائي، يعني بيربط المنطقه دي ما بين كراسنادار لراستوف نادونو وادلر. فبتلاقي في قطارات كتيره بالاضافه للقطار الكهربائي رابطة المنطقه دي. هتكلم لكم على المنطقه او سوتشي وتغطيه المنطقه مثلا بالحافلات على سبيل المثال، والمدن القريبه وتقريبا اسعار الذهاب ليها ايه. هعمل لكم حلقه مخصوصه عن الموضوع ده، لان المنطقه مركزيه فعلا، ممكن تروح لمدن كتيره حواليها. فهوريكم الموضوع ده على الخريطه باذن الله في حلقه جايه. المدينة كانت من المدن المستضيفة لكأس العالم 2018، احنا دلوقتي 2021 في شتاء 2021، فالدنيا خلاص بعدنا عن كأس العالم ومفيش بطولات. المدينة هنا بيتم الاهتمام بيها جدا في الانفراستراكشر وتعبيد الطرق وتجميل الحدائق لما بيبقى في مناسبة. يعني مثلا كان في الاولمبياد الشتوي اتعمل هنا، اهتموا بالمدينة جامد، ومن ساعتها وهي ليها مكانة مرموقة، وبعد كده كأس العالم و الجو درجة الحرارة هنا في يعني في التوقيت ده من السنة في ديسمبر بتبقى ان راس السنة خلاص قربت، فاضل أيام. في التوقيت ده من السنة بتبقى درجة الحرارة اللي هو تحت العشرين، يعني ما تحلمش تبقى فوق العشرين، توصل 7-8 أعتقد دي أقل حاجة، بس ما بين 7-8 إلى وأنت طالع لحد 20 درجة. فجو معتدل، ناس كتيرة تحب الجو ده، أنا منهم، او الجو ده يناسبني. يعني الدنيا بتبقى مبرده الصبح، احنا الساعه اهو دلوقتي 7 الصبح، الشمس هتطلع بقى ان شاء الله، يمكن بس ما تقلان علينا، لكن بعد شويه الشمس هتطلع وهتبقى الجو مقبول جدا 15-16 درجه، الجو اللي انا المعتدل اللي انا بحبه. المدينه مخدمه عادي جدا زي اي مدينه روسيه، فيها الياندكس تاكسي، فيها سبير بانك، فيها ايه تاني الحاجة التالتة مش فاكر، السيم كار طبعا والخطوط الروسية بتشتغل مش زي سيمفيروبل. وهنا هاب برضو مهم جدا للحافلات اللي بتروح سيمفيروبل ويالطا وجورزوف وسيفاستوبل، كل المدن اللي موجودة في كريميا. وفي طبعا القطار اللي بيعدي الجسر بتاع كيرش. دي كانت بس ايه حلقة مبسطة كده من مدينة سوتشي، وان شاء الله الحلقات الجاية فيها معلومات اكتر، فيها مناظر اكتر، ونشوفكم على خير بحفظ الله. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نشوفكم على خير بحفظ الله، السلام عليكم.